السلام عليكم الاخوان. اول شي مبروكه وعيد خلينا ان شاء الله مبارك بالخير والرزق والصحه والسلامه والعافيه، ويرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله والله يدير الخير والحمد لله ونشكره. اللهم لك الحمد. كي دايره الاجواء د رمضان هذا السنه؟ الاجواء د رمضان واخا هي ما بقناش نشوفوها كما كانت قبل هذا العهد الكوروني كما تيتسمى. قبل كانت العواشر بالطوابع ديالها والتقاليد ديالها، وحتى دابا اللهم لك الحمد. بالنسبه بالمقارنه بالعام بالسنه الماضيه، هذا العام اللهم لك الحمد بدات تتحسن شويه الامور، وحنا تعايشنا مع هذا الوباء واللهم لك الحمد كلشي دايز في سلام. السنه الماضيه بحال اللي نقولوا سبحان الله العظيم بحال ما كناش، دابا بحال بنيه تنحيو من جديد واللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. كاين فرق شاسع، فرق شاسع، كاين اقبال بصح شويه، وانا كان بغطات يكون واحد الاقبال زوين، عاوتاني واحد الفتره تبقى تتبدل بحال ما تيكون والو، وسبحان الله العظيم عاوتاني تيولي داك الشيء كما الايام العاديه. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. بالنسبه هي فيها الحقم مكناسة اصلا، مكناس وفاس تبارك الله عندهم تبارك الله هما اللي يديهم ولا عندهم هذيك الفن ديال هذا الشيء ديال الحلوى وهذا الشيء ديال توجد الحلوى البلديه وسوتو المخرقه والشباكيه. تبارك الله مكناسة وفاس ومكناس عليهم اقبال هنا لحقاش تيديروا الجوده عندهم. شحال هادي كانوا تيعيطوا بزاف هاد الايام شي شويه مع بغطا تيتسدوا المدن ولا سميتو، فاش تكون شي حاله طريقه في شي مدينه ما تيلقاوش، تيلقاو اشكاليه باش يوصي، واخا يوصي باش يجي من بلاصه بعيده يجي يدي على حساب وكورونا ضروري، ولكن اللهم لك الحمد. اللهم لك داكشي اللي قسم الله تيعيطوا شي ناس قلال ازمنه جد مناسبه لاخاص شخصا حتى حنا كاين الشباكيه ديال 25 درهم على حسب الجهد ديال المواطن، شنو هذه القدوه الشرائيه، كاين 25 درهم، كاين 30 درهم، كاين ديال 60 درهم، البريوات كذلك كاين حتى ديال 30 درهم، كاين 60 درهم، على حساب كل حاجه باش معمره ولا عقده باش تكون سلو كاينه شي حاجه مليحه تتكون باللوز على حساب اللي كاين تيكون الناس ياكل اللوز الا داك الشيء مقوم مزيان نافع البلدي البستاني الجنجلال البلدي، وداك الشيء تيكون على حقه وطريقه بالطحين ديال الزرع ماشي بالطحين العاديه، لاخاطش الطحين ديال العاديه تيجي شويه معجنه. هذه تطيح تقريبا قلتها مع المناسب 120 درهم، شي حاجه على حساب عاوتاني ما تتكثرش القوام تدي لها 80 درهم حتى هي، حتى الانسان العادي ولا المواطن العادي حتى هو ياكل. والمواطنين يجيو مرحبا، ولكن نتاخدو نديرو ديك الوقايه، نكونو الوقايه ويكون شويه د الحذر، وراه ما يكون هي الخير، ما يكون هي الخير ان شاء الله. وعواشركم مبروكه وكل رمضان وكل شهر نشوفكم بخير وعلى خير، والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله. مرحبا في اي وقت. تنعبرو الشباكيه ديال اللوز الكليان بمناسبه رمضان، كاين الحمد لله كاين شويه الاقبال شويه ضروري ضروري بيان سور الدوقان قبل ما يبداو في الصيام. فين ما مشيتي الكرم، فين ما مشيتي كاين في مكناس الحمد لله، لا عند موالين الكاطو، لا عند موالين الشباكيه، لا عند موالين الزيت، لا عند موالين العطريه، فين ما مشيتي الكرم الحمد لله موجود. هادشي باش معروف مكناس وثقافه مكناس. الحمد لله هذا العام اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على الحال. واخا قطعوا لنا ترونسبور على برا، ولكن الحمد لله حنا عايشين مع لا الأثمنة مناسبة. راه كنت ابتداء من 25 درهم حتى 60 درهم ديال اللوز. هذه دابا تنصاوبها ديال اللوز. هذه لواحد الكليان جاو من سيدي قاسم كيجيو لنا ديما، خلاص كيجيو من سيدي قاسم باش يتقداو. حيت الأغلبية ديال الناس اللي تيجيو للمارشي الناس اللي خارجين في النواحي ديال مكناس. فوالا انت فهمتي، حيت هما الأغلبية تيجيو كل عام للمارشي. المارشي دابا راه ولا معروف على الصعيد العالمي ماشي غير المغربي بهاد لي برودوي وهاد الحلوى والجوده ديال السلعه. اهم حاجه هي الجوده، هذا هو علاش تنتنافسوا حنا في السوق كامل، تنتنافسوا على الجوده، هذا هو باش نشدوا الكليان. ضروري داكشي الكمامه، ضروري اللي سميتو لي كون، ضروري هادشي دابا، حيت اصلا حنا هاد المرض زاد كملنا، وحنا وبلس قبل من هادشي كنا تنديروا هاد الاحتياطات هادو، حيت الكليان راه ضروري غيشوفك نقي راه غيتقدم عندك، شافك ما. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.